سعيد في ايد بيكمل معاكم على نغم في ام لحد الساعة 3، بنتكلم عن استقبال العام الدراسي الجديد. مؤسسة حياة كريمة واحدة من المؤسسات الهامة الحقيقة في مجال او يعني في المجتمع المدني بشكل كبير جدا. جهود مختلفة لمؤسسة حياة كريمة في كل المجالات، ولكن بما اننا بنتكلم عن التعليم فتعالوا نروح نعرف ونشوف تفاصيل اكتر عن المبادرات المختلفة وجهود حياة كريمة المختلفة في مجال وملف التعليم. خلينا نرحب بأستاذة أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة. أهلا بك معنا يا أستاذة أمنية على نغم فهم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني مبادرات مختلفة قدمتها حياة كريمة لاستقبال العام الدراسي وجهود في مناحي مختلفة بتقدمها حياة كريمة على مدار العام في ملف التعليم. خلينا كده يعني نطلع كل مستمعينا عن هذه المبادرات وجهود. تمام. احنا الحقيقة المؤسسة مهتمة جدا بملف التعليم، وده بيجي انعكاس طبعا لهتمام الدولة بشكل عام بإصلاح ملف التعليم في مصر، وبإن احنا عايزين نحقق رؤية مصر في 2030 بإن ان شاء الله يكون عندنا تعليم جيد ومتواصل للجميع بشكل في عدالة ومساواة لكل الطبقات. فبالتالي احنا كمان جهودنا بتبقى شغالة على نفس المسار، وعشان نحقق عشان نساهم في الهدف ده يتحقق. ده لو احنا اتكلمنا على المحور او علشان الحاجه دلوقتي اللي الكل بيتكلم عليها والكل مهتم بيها، وهي الدخول العام الدراسي. صحيح. فاحنا كمؤسسه حياه كريمه كنا مهتمين جدا ان احنا نفرح ولادنا الطلاب بدخول العام الدراسي، وان هم يدخلوا مدرسه وهم مبسوطين بان هم معاهم الملتزمات بتاعتهم المدرسيه ومعاهم شنطه مدرسيه جديده. انت عارف طبعا الطلبه اول يوم دراسه بيفضلوا يوروا لبعض الشنط، بيتكلموا الشنطه الجديده بتاعتي، الكراسه الجديده بتاعتي، والقلم بتاعي، بص مرسوم عليها ايه، والاستيكه عامله ازاي، وتطلع ريحه ولا لسه الحاجات دي موجوده يعني، لسه المقارنات دي موجودة؟ او لا لسه اوكي موجودة. اوكي انا قلت احنا كنا بنعمل كده زمان، هو اكيد بيشوفوا حاجات تانية يعني. لا دي لسه موجودة حتى اوكي الان. الولاد دي بتبقى فرحة بتاعتهم جوه المدرسة، الزي بتاعه والمستلزمات والشنطة، المصروفات اللي دفعها المدرسة في اول يوم، دي كلها تفرح الولاد طبعا جوه المدرسة. بداية اكيد جديدة وسنة جديدة. اكيد احنا عندنا في اولادنا من الاسر الزاوية الاحتياج او الاولى للرعايه مننا، طبعا محتاجين ان احنا ندعمهم مع بدايه العام الدراسي عشان ما يحسوش ان هو في فرق بينهم وبين الطلاب من الاسر ذوي الدخل المرتفع مثلا. صحيح. فعلشان كده احنا في عندنا مبادره اسمها راجع مدرستي، يمكن دي حمله كبيره قوي احنا اطلقناها، دي السنه الثالثه لينا. طبعا انا بشجع كل اللي بيسمعوا حضرتك ان هم يتبرعوا للمؤسسه من خلال الويب سايت بتاعنا عشان دعم الملف التعليم، عشان توفير كفالة لطفل في المدرسة، المستلزمات الدراسية بتاعته والمصروفات ازاي وما إلى ذلك. احنا السنتين اللي فاتوا دعمنا أكثر من 70,000 طالب من خلال دفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية والشنط المدرسية. السنة ده العام الثالث لينا، واحنا بدأنا بالفعل في محافظات كتيرة زي الجيزة وبني سويف بإننا نبدأ نوزع شنط وفيها المستلزمات المدرسية بالمجان للطلاب من الأسر المستحقة وفقا لقاعات البيانات بتاعتنا. واحنا على مدار الايام اللي جايه هنكمل في بقيه المحافظات تباعا توزيع المستلزمات والشنط على الاسر لسه المستحقة. مستمر كمان التوزيع. مستمر. احنا مستهدفين كمان 30,000 طالب ان شاء الله هنوزع عليهم الشنط ان شاء الله. احنا طبعا بنشجع اي اسره لو هي يعني في احتياج ان احنا نساعدها ونقف معاها مع بدايه العام الدراسي، ان هم يتواصلوا مع المكاتب بتاعه مؤسسه حياه كريمه اللي موجوده في كل المحافظات، او ممكن يتواصلوا معنا طبعا عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الويب سايت الخاص بينا. عظيم جدا. ده فيما يخص المستلزمات المدرسيه والشنط المدرسي، واللي هو زي ما احنا بنتكلم في ان هي بتغطي عندنا هدف ان احنا بنحد التفاوت ما بين الاسر المختلفه. في عندنا بقى هدف تاني وهو ليه علاقة شوية بالتعلم الرقمي، طبعا ده برضه من الأهداف إن الدولة شغالة عليها. أكيد. إن احنا الدولة طبعا صرفت مليارات على إنها توفر بنية تحتية تكنولوجية في كل المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة المرحلة الثانوية. وفرت لهم الأدوات التكنولوجية اللي ممكن يستخدموها. احنا كان دورنا إن احنا كمان نشتغل على محور تاني، ان احنا نساعد الطلبه اللي في المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه ان هم كمان يبقى عندهم بنيه تحتيه تكنولوجيه في المدارس بتاعتهم، عشان لما يوصل لمرحله ثانوي ما يبقاش في اي جاب او اي فجوه ما بين اللي هو كان في المرحله فيها والمرحله الثانيه. حلوة. وبالتالي كان عندنا مشروع لتعليم حياه، ده مستمر حتى الان. التعليم حياه
بالظبط. احنا جهزنا اكتر من 100 مدرسه، وفرنا فيها معامل الكمبيوتر ووصلنا لها الانترنت، طبعا كان مع بتعاون مع مؤسسه فودافون مصر. وكمان كان جنب توفير البنيه التحتيه التكنولوجيه دي، احنا ما نسيناش ان احنا نعمل لهم ورش عمل وورش تدريبيه، سواء للطلبه او سواء للمعلمين على استخدام المنصات، او سواء للاولياء الامور للتوعيه ان هم ازاي يقدروا يستخدموا الانترنت بشكل امن، وازاي يتابعوا اولادهم ويتاكدوا ان اولادهم بيستخدموا الانترنت بشكل امن. الولاد وصلنا لهم كمان كورسز ليها علاقه او دورات تدريبيه ليها علاقه باستخدام او المهارات الاساسيه لاستخدام الحاسب الالي، وبيبقى في شهادات معتمده هي اللي احنا بنسميها الدورات التدريبيه بتاعت الاي سي تي سبارك، ودي دي معتمده من وزاره الاتصالات. عظيم جدا. واحنا مستمرين في المشروع ده زي ما قلت لحضرتك، احنا خلصنا 100 مدرسه اوريدي، والفتره الجايه احنا هنشتغل في 200 مدرسه تباعا على مستوى الجمهوريه. عظيم جدا، جهود حقيقة مختلفة ويعني تهدف فعلا لملف التنمية المستدامة مصر 2030. أستاذة أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة، شكرا لوجودك معانا على نغم في أم، ودايما نتابع معاكم كل جهود حياة كريمة في مختلف المجالات. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامة.